تحية كبرى لكم جميعا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج رئيس التحرير. في هذه الحلقة سأتناول موضوع المجموعة المسلحة، ولا أن أسميها أي اسم آخر، فاغنر الموالية لروسيا. هذه المجموعة كانت محور اتصالات وعدد من الأطراف كانوا شركاء في هذه الاتصالات والمشاورات. لماذا؟ لأن إدارة جو بايدن، الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من بعض الدول المساعدة في أن يتم إخلاء انسحاب فاغنر، ميليشيات فاغنر، من دولتين في المنطقة وهما ليبيا والسودان. تعتبر إدارة جو بايدن أن هذه المجموعة المسلحة، ونسميها مجموعة المستشارين كيفما المهم، أنها تنفذ بطريقة مباشرة وغير مباشرة سياسة موسكو في المنطقة، سواء كانت الأمر يتعلق بالمنطقة الإفريقية أو بالمنطقة العربية. بالدرجة الأولى بطبيعة الحال حتى الدول التي توجد فيها فاغنر وهي ليبيا والسودان هي في دول عربية أفريقية. هناك تقرير بثته وكالة أسوشيتد بريس فيه الكثير جدا من التفاصيل بشأن هذه بشأن هذا الموضوع وبشأن هذه المجموعة. على طبقا لما أوردت الوكالة تقول بأنه الولايات المتحدة تمارس في الحقيقة إلحاح يصل إلى درجة كبيرة، وكلمة إلحاح في الدبلوماسية تعني بأن هذا الموضوع عندما تلح عليه دولة أو كولايات المتحدة الأمريكية معناها تتوقع التجاوب مع هذا الإلحاح في أنه يصبح منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خالية من مجموعة فاغنر، وبالتالي التي أطلقت عليها الوكالة بأنها مجموعة شبه عسكرية على أي حال، وحددت على وجه التحديد ليبيا والسودان على اعتبار أنه هذه المجموعة العسكرية الروسية تستغل الوضع الهش في سواء كان الأمر في السودان أو في ليبيا. وفي الوقت نفسه أشارت الوكالة إلى أن إدارة جو بايدن تستعين بدول حليفة وصديقة في المنطقة من أجل المساعدة في خروج هذه المجموعة شبه العسكرية فاغنر من المنطقة. في بالتزامن مع ذلك يجب أن ننتبه إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أنه هذه فاغنر ليست دورها دور عسكري فقط، ولكن لها دور يغطي الجانب التدريب، توفير المعلومات، شبكة التواصل. أكثر من ذلك هناك أيضا دور اقتصادي، يعني على سبيل المثال في ليبيا هي توجد في مناطق النفط طبقا لما أفادت به أسوشيتد بريس، وفي السودان وهي مسألة معروفة توجد أيضا في مناطق البحث والتنجيم عن الذهب، ومن المعلومات المتداولة أنها في السودان منحت حق التنقيب عن الذهب في بعض المناطق لقاء المساعدات التي تقدمها لبعض الأطراف مشاركة في السلطة، على سبيل المثال قوات التدخل السريع. وهي أساسا فاغنر بدأت نشاطها في السودان ليس مع النظام الحالي، ولكن مع نظام عمر حسن البشير في عام 2017. نفس الشيء في ليبيا، هي بدأت هذا أنشطتها في 2018، وبالدرجة الأولى ربطتها علاقة لا أدري الآن ما هي طبيعتها مع خليفة حفتر وهو الشخصية القوية في شرق ليبيا.
هذا الأمر يدخل بطبيعة الحال من تداعيات الحرب التي توجد في أوكرانيا، وفي نفس الوقت الجهود التي تبذل سواء كان من طرف الأمم المتحدة أو من طرف أطراف أخرى خاصة الولايات المتحدة في أن يكون هناك في الواقع نوع من استتباب الأمن في 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 ليبيا، حتى لا يشكل هذا الأمر، طالما أن توجد ميليشيات، طالما أنه لا يوجد استتباب في ليبيا، وطالما أنه ما تزال ليبيا تعتبر أحد الممرات الأساسية للهجرة السرية، انتشار السلاح والميليشيات في ليبيا، ما في شك بأن كل ذلك سينعكس، انعكس وسينعكس سلبا على دول المنطقة. ومن هنا لفت انتباهي تصريح للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، وهو الذي يدعو فيه عبد الله باتيلي إلى أن أيضا خروج، لم يسمي فاغنر بالاسم، ولكن خروج جميع الميليشيات وحل جميع الميليشيات وخروج جميع ما سماهم بالميليشيات الأجنبية التي توجد في ليبيا. وكما نعرف كان عبد الله باتيلي قد زار المغرب وأجرى محادثات مع ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون، وتناولت الوضع في ليبيا، وكان المغرب قد عبر صراحة بأنه يدعم دور الممثل الخاص للأمم المتحدة. بمعنى آخر أنه هذه الإشارة تدل على أن ما قالته أسوشيتد بريس من أن الولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول التي طلبت منها بإلحاح المساعدة في خروج الوحدات شبه العسكرية لفاغنر من ليبيا كان على رأسها المغرب. بطبيعة الحال الوضع في هناك أيضا حديث بأن فاغنر وصلت إلى مالي ووصلت إلى إفريقيا الوسطى، أي بمعنى آخر أنها الآن تتمدد في عدد من الدول الإفريقية. ويبدو بأن إدارة بوتين والرئيس الروسي بوتين اختار هذا التوجه أو اختار هذه الطريقة من أجل الانتشار في أفريقيا، أي عوض ما ينتشر عن طريق مؤسسات، عن طريق شركات، عن طريق تعاون مباشر، تم تشكيل هذه القوة العسكرية فاغنر، والتي يقال بأن الذي شكلها والذي يشرف عليها من الشخصيات المقربة جدا إلى بوتين، وبالتالي تقوم بالدور بطبيعة الحال عندما تتكلم على الدول الكبرى وعندما نتكلم عن الدول والمصالح في هذا الشأن، يعني كل دولة تبحث عن مصالحها. وكما تذكر القول الشهير التي ظلت متداولة عقود لوينستون تشرشل رئيس الحكومة البريطانية عندما قال بأنه الدول الكبرى ليس لديها صداقات دائمة ولكن لديها مصالح دائمة. بالتأكيد من هذا المنظور سنجد بأنه ممكن أن نستنتج بكل موضوعية أن هذه الميليشيا تقدم أو ترعى المصالح الروسية في هذه الدول، لأنه لا يمكن أن تكون ميليشيا لديها قدرة في أولا اختراق شبكات اتصال وإنشاء شبكات اتصال والعمل في بعض حقول النفط وأيضا العمل في التنقيب عن الذهب، توفير حماية أمنية لبعض الشخصيات، يعني كثير جدا على مجموعة، ممكن هناك الذي يسميها ميليشيا وهناك الذي يسميها مجموعة عسكرية. أنا أظن بأنه وحتى يسترعي الانتباه أن ويليام بيرنز مدير المخابرات الأمريكية زار كل من مصر وليبيا
زيارة ربما كانت استثنائية، وبالتأكيد أنه بحث هذا الموضوع لأنه ألقى خطاب في جامعة جورج تاون بعد عودته من المنطقة، وتحدث فيه بصراحة وقال بأنني طلبت من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة المساعدة في خروج فاغنر أو ميليشيات فاغنر أو المجموعات العسكرية لفاغنر من المنطقة. هذا موضوع في الحقيقة يعني إلى حد ما مسكوت عنه، ولكن الآن بدأ يخرج إلى السطح ويخرج إلى العلن، ولا في هذا الصدد في هذا السياق يدخل تقرير وكالة أسوشيتد بريس. هذا ما أعتقد، وشكرا جزيلا لكم على المتابعة.